السلام عليكم، شنحويلكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده وفي خير ونعم الناس الكل. ديما نطلع عليكم فيديو جديد وروتين جديد، وين باش نمشي اليوم وشو باش نطيب. حسيلو خليكم معايا، ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم ينال رضاكم الناس الكل. كما العاده نقوم الصباح بكري نحضر خبيزاتي، بحبش نخرج الحقيقه ونقضي كاهو كما العاده، والعوايد خبيزات سخان ومزيانين يوشي هي وزيده. واني بيتي نحب الحقيقة حاجة ايديا، استانست زيدا كاو شو نعمل. المهم البنات نعطيكم روسيت كاع سريع، حطيت رطل فارينة وحطيت مغرفة صغيرة ملح وحطيت مغرفة كبيرة سكر، وباش نحطو زيدا خميرة الخبز كيما العادة مغرفة كبيرة وإلا 10 غرامات، كل ما بعضه بطريقة بسيطة وطريقة سهلة مش صعيبة حتى الطرف، باش نسهل عليكم برا. اما اليوم باش نعجنها البنات بالحليب الدافي، صب الحليب لين تتلم العجينه. باش نحط اكيد الزيت، زيت زيتونه 100 ملل زيت زيتونه، باش تعطيني كي الخبز فيه كالتبسيسه نقولوا احنا كي الخبز المبسس. بالطبيعه اللي ما عنديش زيت زيتونه تحط زيت نباتي على روحها. نبسوهم اولا، وبعد سخنتك الحليب شويه، يلزم الحليب دافي بالطبيعه، بالطبيعه مش حاجه لازمه الحليب، تنجم تعمل ماء دافي وتنجم تحط فحاتك ومورك، معناها كل شيء تحطه. وهذايا اللي عملته بالحليب باش يجي كل بريوش شويه، خاطر فيه مغير فسكر هكا فيه شويه حلاوه هكا. هاو لهنا نبدا نصب تاو في الحليب نتاعي بشويه بشويه لين تتلم العجينه. عجينه عاديه اتنوريكم قوامها كيفاش يكون. وكهو انا ديما العجينه اللي بنيت تتبع فيا زيدا من الفيديو لفيديو، شوف شنو نعمل مازلتش نعمل لكم حوايج حلوه زيدا هكا. هذيك اني ديما في الدار في الكوجينه نحب المغرومه من قبل، اني راهو البنات في الكوجينه نحب نطيب ونحبك حويجات جديده زيده، ديما نحب نلوج على حاجات جديده. ان شاء الله يا ربي اللي نعمل فيه في القناه يعجبكم وينير رضاكم الناس الكل. هذاك حد جهيت يفضل فضل كل عاده انا ديما حتى الكميه نعمل شويه البنات كما شفتوا العجينه عملت لي 4 خبيزات قد عائلتي زيده، وزيد الفرينه رطيل هكا يزي فيها البركه. ما نحبش اني نعمل برشا، حتى كي نعملك تشوفوني حلو كعك ولا حاجه نعمل كميه صغيره. اولا اولادي نقولوا احنا عندهم هكا النفحه كي يتغرموا بك الحاجه ما تعجبهم نهيروا له، نهار ثاني ما عادش ياكلوها. انا ديما نعمل لهم نتاع نهيرين اكا. شفتوا البنات الخبيزات نطرحهم هكا شويه بيديتي، ومن بعد كي نطويهم هكا باش يعطيني كي الطريقه هكا من الداخل ويعطيوك كل الهشاشه الهشاشه وعليا اش باش نعمل عاد باش يجينا مهشهش ومريقل ماله. المهم لهنا كان شفتوا العجينه ما خليتهاش توا تخمر، خدمتها طول وحطيتها في طبق تخمر على روحها في وسط طبقها باهي. توا باش نغطيها وفي ساعه داك الدنيا سخونه توا في ساعه ما تخمر، ماني ماذا بيا ما تخمرش حتى برشا في ساعه في ساعه، خاطر في الصباح وقاموا يحبوا يفطروا. المهم خليتها تتخمر كي نقولوا دريجين ولا ربيع ساعه، ومن بعد خرجتهم كيما هكا عريت عليها وطرحتها، زدت طرحتها كبداية نقولوا فشيتها شويه، شديت عدل مقيس وبديت نزين فيهم. اي زينه تحب ولا تخليهم هكاك ولا تعملهم بالسكينه هيك كبر، اني حبيت نعمل فازات نعمل لكم فازه ملا. كل مره هكا ونجيني فكره نتاع خبز هكا وزينه نتاع خبز ان شاء الله نعملها لكم. ما هكا حويجات نعملوها من قبل هذه هكا. نجموا لهنا تضيفوا فحات بتبيعها البنات في وسط الخبز، والا جلجلين هكا من نسيت الجلجلين من فوق دهنتو بالاصفر العظمه وزيت زيتونه، مش اصفر وحليبه لا باش يجيني كل مبسس، معناها نعمل ديما اصفر عظمه مع زيت الزيتونه ونركضهم مليح وندهن كل وجهه نتاع الخبيزه هكا هو. ونحطهم على 180، ما يشدوش برشا وقت، راهو ربيع ساعه بالمونجيله تحل على الكوشه نتاعك، تبقاهم حمار هكا من لوطه شعل على النار الفوقانيه وحمرها، حمر الخبيزات نتاعك. فما كل عاد الفور اللي ما بعضو، اني الحقيقه لنار الفوق ونار اللوطه هكاك الفور نتاعي. المهم لهنا كمل زينتهم، شديت كيما قلت لكم الفصل العظم ركثو، وباش ندهن توا الخبيزات نتاعي هكا هو. هذا من قريب يحضروها هما وشنو عملت اخر عاد هذه تواني نحضر في فطور الصباح، مازلنا الصباح مازال اللهم عليك توكلنا يا ربي. اليوم يا سيدي نهار عندي برنامج اليوم البنات في الفيديو باش نعمل خريجه صغيره عاد للبحر. البرنامج جاي نقولوا احنا مخر شويه،
اي قلت خليني نزرب هكا شويه نحضر اول حاجه الفطور، ومن بعد طلع هكا القرار نقولوا احنا اي نمشيو للبحر طقس خاطر سخون. قلت ايش بيه خلينا نمشي العزيز ربي نتفرهد فتايته شنو نهار كامل في الكوجينة اماني هاكم باش تشوفوا ما خرجتش من الكوجين قسم على الله لا غالب. اما استني شويه نوريكم شو باش نعمل. قسيتك الخبيزات البنات كما قاعدين تشوفوا محليهم كل عدم هشاشين ومبشبشين يشرهوا يشرهوا، وعملت تعظيمات مصموتين حطيتهم يطيبوا على رويحاتهم كما العادة. زيدا ونحضر قهيوتي لازمك القهوة هذيكا وشنو آخر. بعد نزينك الطويلة وكا وانا حطيت فتايتة ملح في العظم بالشكا يجي بنين والقشرة في ساعة ما تتنح هكا. وعملت القهوه لوليد الحقيقه اني راهم البنات ديما تراو فيا نعمل كي القهوه برشا جاني سؤالات اخي شكون تحضرش قهوه تو يحضروا وحدهم والله يحضروا وحدهم البنات مانيش نقعدش كل واحد نعمل له قهوه هكا قدامهم الغاز والززوه وامورهم مريقله يعملوا حليبهم وامورهم ما عادش يعمل كي القهوه دي شو قدشني نخمم في روحي مولا بيتي لحقة نعمل له كاس بسيسة في الصباح مثلا ذك علاش اني نعمل كان قهوتي وحدي ومن بعد يدبروا يوسف يحضروا على رواحهم هكا شو باش نعمل لهم عاد المهم اني نعمل لهم الاساسي نعمل لهم الخبيزات يا خياني ما يزيش هكا يزي فيها البركه ولا. بعد الفطور البنات هكا كما تعرفوا الكوجينه كتحوس شويه لبيتها ورتبتها وطيبت طاجينه كمعقوده باش تزوه معنا للبحر وفطرنا غاديك في البحر اليوم. اما لميت هكا فيسع فيسع ونظفت الدنيا قبل ما نخرج بالطبيعه تبدا الدنيا مرطوبه ونظيفه. عملت هنا القضيه في الكوجينه ورتبتها وطيبت الطاجين نتاعي والاولاد نفوا الدار الدخلانيه يزربوا عاد باش نمشيو للبحر. المهم الطاجين نتاعي حضر عملته بالدجاج البنات عملته معكم في فيديوهات سابقه هيك علاش قلت زيد اني نعاود باش ما يجيش تكرار معناه. المهم البنات عندي دجاج طيبته معك شويه بصل وملح وفلفل حلو كركم كيف طاب هكا سبلته ومكسوس خليت منها هكا شويه وزدت له شويه جبن شويه ريكوتا وقليت كعيبه بطاطا قسيتها كمربعات وحطيتها في وسطه زاد العظم مصموت قليته شخشخته هكا بشويه زيتون شويه كبار وركثته حطيته يتيبك على 180 وهذا الطاجين نتاعنا طاب وحضر ما شاء الله محلي. المهم يلزمني حويجه حلوه نهزها معايا نعديو بها كويس قهوه باش نعطيكم اليوم كعك البراونيز طريقه بسيطه وسهله نعرفكم باش تجربوه خاطر سهل. اول حاجه حطيت في الصحفه بيضه ومن بعد حطيت البنات 125 مليلتر زبده و100 مليلتر زيت اني راني ذوبتها شويه زبده. حطيت نصف كوب سكر محور نصف كوبه وحطيت باكو كامل الخميره نتاع جاتو معناها 10 غرامات باكو كامل حطو لهنا المكونات راهي كل باش تخلط مع بعضها هي بالكاكاو تجي باه باش نحطو لهنايا البنات 3 مليانين كي مغارف كبار 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 كاكاو الكاكاو خليته صبه اليوم البنات مش بكويت خليته من عند معناها من بيت المونة يبيعوا فيه ثلاثة مغارف مليانين كبار مشيت حطيته في دبوسة يصلح لي قلت خذيت جي 200 غرام كيكة أما مرة مش حلو باش يبدا مناسب لأي وصفة نحبها معناها كي يبدا مر خير. المهم نبدا نصب تو في الفرينة البنات لين تولي عندي عجينة رطبة ومزيانة باش نوريها لكم. إني بالضبط عملت لي 4 كيسات هكاك صبوا خلط انت كل واحد وفيرينتو. المهم باش نوريكم كيفاش كي تشدها في يدك تبدا رطبه هكا مزيانه شوفوا كيفاش اما عركها في يدك تجي تكورها خاطر النوعيه هذه باش تشقق شويه كتيبه كتاك التشقيق المزيانه اما راهو فيها شحور وي
علاش هي فيها نقولوا احنا نصف كوب سكر محاول؟ مش حلوه برشا راهي البنات. ايه ما كي تعمل لها الشحور هذيا معناها تعطيك الرطوبه من الداخل باش يولي كل براونيز معناها مبرنز. حلوه مبرنزه. المهم كوروها هكايا نبرنزوها ونحطوها في طبايق. وفما حاجه والله هي الحقيقه نسيتها، كي جيت نعمل في المونتاج تفكرتها، قلت علاش ما نحلهاش هكا الكوره ونحط لها شوكولاته من الداخل ونجي ناكلها هكا نلقى في وسطها شوكولاته. تنجموا تحطوا كعبتين برشا ما تكثروش عاده، المهم تحطوا كعيبتين هكا شوكولاته صغار وتحلوها وتحطوها في وسطها شبيه باش يولي براونيز بالحق معني بالشوكولا من الداخل. اما هكا حتى هكا جات روعه. حطيتهم في طبايق نحطوهم على 180 درجه وباتابو شفتوهم به الوقت بالضبط البنات. نقولوا بالضبط 10 دقائق، 10 دقائق وتفقدهم ما تفوتش خاطر ما فيهمش روح. هاك الشحور الحقيقه طيب حاضر باش ديما نعمل بزيد ونخبي في الفريجيدير. كيس سكر عليه كيس ونص ماء، كي يقيموا الغلوه نعصر 10 قارس، كي يطيب يولي كشحور نحط له غرفة ترشيه، نعبي دبيبسه ونخليها في الفريجيدير ونبدا حاشي كيما هكا نعملهم. حويجه بركه البنات، يا الشحور سخون والكعك يبدا بارد، يا العكس اني لهنا الشحور نتاعي بارد معناه الكعك نتاعي سخون. مش سخون سخون معناه خرجت وهكاك دوبا ما يبدا دافي شويه باش يشرب. هنا خليه يشرب، هو يبدا مشقق كل شويه ويدخل فيها كشحوره واللي ارطب من الداخل. وما نحكي لكم مش باش نقص لكم، عاد عندي فتيته زوزه مشيت هرستها زينتها كامل فوق، ولا تري فلوز ولا هو الحق، الحق يجيب الفزق. شوكولاته يبدا لونه هكا غامق معها فزق اثخم معناه. خليه ثخم انتوما عملوها وزينوها انتوما بالقده. حبيت نوريكم شكلها كيفاش في الوسط محليه وكهو. اكيد عاد باش نمشي للبحر عاد ونمشي نتفرهد. خاصه كانت فريده كرمل وقت الحوسه واللوسه ما نحكي لكمش. المهم افطرنا غادي البنات، عملنا جو اني والاولاد ربي يحفظهم ويا ربي يخليهم لي ويكبدوا فرحانين اني نبدا فرحانه هيك الفايده. المهم مشينا هكا في طقس مزيان تحفور، وفجاه تقلب كان لبس عليه ولا ريح وعجيج حاسيلو نهار اللي مشيت فيه مش مشكل. المهم صب مطيره ما صبتش الحقيقه، صبت شويه بركه. خلي خذي بيتزا اللي خذي سكالوب حاسيلو قعدنا تريف وروحنا. من بعد باش نروح نوريكم عاد الطقس كيفاش. عملنا جو، المهم تفرهد واحد شويه هكا وبدلنا شويه من الدار يزي من الدار. والكوجينه حاسيلو البنات. كي روحت حبيت نصور لكم وقت الطقس تقلب والريح والعجيج ما نحكي لكمش. الدنيا كلها غبره عاش باش نعملوا عاد حاجه تربي. وماذا وتمنينا تصب المطر، صبت شويه تبخن ستبخنيس وكهو. حسيلو كي جا الليل ما عادش فيا لا باش نطيب عشاء، ديما هذيك مشكلتي نخمم كان في العشاء والفطور. نحب نوكلها محوجه بيا، ما قالوا لي ماما ارتاح باش مشاو وخذوا كاسكروتات من برا، قالوا لي نقعدوا نتفرجوا على المسلسل في الليل وحط لنا كل اسبوعي ديما هذاك اسبوعي نحب نتفرج عليه ديما. وحطينا كيكة تعشينا وكهو. ولهنا غلبنا تقريبا نوصلوا نهاية الفيديو. شبقى بقى كنشكركم بالطبيعة ونبوسكم برشا بوسات ونقولكم ربي يحفظكم ليا، ربي يخليكم على تعليقاتكم المزيانة كيفكم، بارك الله فيكم. وقد ما نشكركم وشوية بالحق كليبكم هو اللي خليني كل يوم نجيب لكم هكا فيديو وروتين جديد. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم كان خفيف هكا وظريف وان شاء الله عجبكم. هاي يزيكم فيها البركة وقولكم بالسلامة، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد الايام. باي باي.